السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 2، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع ليسن 2 في تشابتر 2 في منهج الألجبرا. هنتكلم بقى على الإكسبوننشال فانكشن و إتس أبليكيشن. إحنا خدنا الحلقة اللي فاتت اللي هو الراشونال إكسبوننت والإكسبوننشال إكويجن، المرة دي هنتكلم على الإكسبوننشال فانكشن نفسها. طيب ركز بقى معايا علشان ما يحصلش لبس عندك في حاجات كتيرة جدا في درس النهاردة. الاكسبوننشال فانكشن اللي هي الفانكشن اللي قدامك دي اللي هي a باور اكس، طبعا a باور اكس ليها دومين، الدومين اللي انا بشتغل فيه اللي هو r بوزيتيف اكسبت 1، يعني ما ينفعش البيس يبقى 1 ولازم البيس كمان يكون موجود في r بوزيتيف. يبقى انت من اوبن دو 0 لحد انفينيتي بس اكسبت ال 1. طبعا انت عندك شكلين اتنين للa باور اكس، يا اما لو الa اكبر من ال 1 بتلاقي الكيرف بالمنظر ده كده لازم يمر بالفيرتكس اللي هي 0 1، لانك لو حطيت الاكس هنا بزيرو هيبقى ايه باور 0 1، يبقى 0 1 هي الفيرتكس. وهنا بنقول ان الفانكشن بتاعتنا انكريزنج زي ما انتوا شايفين كده، يا اما تبقى بتوين 0 1، ما نقولش بقى ليه زان 1 ما تنفعش، يعني ما ينفعش تبقى نيجاتيف زي ما اتفقنا لان الدومين هو ار بوزيتيف اكسبت ال 1. مهمه جدا 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 الحته دي. برضو الفيرتكس انت لو حطيت الاكس هنا بزيرو هيبقى الفيرتكس 0 1، وده شكل الفانكشن بتاعتنا، هتبقى decreasing function. دي بنسميها growth function، دي بنسميها decay function. خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي. طيب بمنتهى البساطه يا جماعه، احنا قلنا لو الاكسبوننشال فانكشن a باور اكس يبقى الدومين r، الرينج دايما هيبقى r بوزيتيف. طب ازاي؟ لان لو عايز اجيب الرينج مستحيل الكيرف ده يعمل تاتش للاكس، انت بيتهيألك انه هيعمل تاتش للاكس، لا مستحيل. يبقى الرينج من اوبن دي 0 لانفينيتي، وهنا برضو الرينج من اوبن دي 0 لانفينيتي، لان كلنا عارفين من شابتر 1 ان الرينج بيجي من على الواي اكسس. يبقى انت دومينك ار، رينجك ار بوزيتيف، لان لازم الفانكشن كلها تبقى اباف اكس اكسس. لو الاي ده هي اكبر من ال 1، لو البيس اكبر من ال 1 بنسميها جروث فانكشن او انكريزنج فانكشن. لو الـ a ده هي less than 1 بنسميها decay function أو decreasing function، ولازم الـ vertex زي ما اتفقنا اللي هي 0 1. كل الـ exponential functions يا جماعة 1 to 1 function، 1 to 1 function. طيب إيه في عندنا بقى life applications؟ أنا طبعا عملت لك الـ rules أول ما أقولها لك دلوقتي، وقف الفيديو وخد بقى سكرين شوت لأنها مهمة جدا. الابليكيشنز احنا عندنا حاجه في الاكسبوننشال جروث اللي هي الانكريزنج فانكشنز، دي الريليشن بتاعتك اللي الاف اوف تي ايكوالز اي ملتبلاي 1 بلس ار تو ذا باور تي. طبعا الاي طبعا ده التوتال النمبر اللي هيديهولك، والار ده طبعا اللي هو هيبقى الريشيو، والتي ده اللي هو التايم حسب ما يديهولك في المساله بتاعتك. ممكن يبقى كومباوند انترست، ودي الريليشن بتاعتك اللي هي p multiply 1 plus r over n all to the power t، يا اما يبقى decay بقى لو exponential decay نفس الريليشن دي بس بالنيجاتيف، a multiply 1 minus r all to the power t. هنحل بيها النهارده ان شاء الله كام فكره مهمين قوي. يلا بقى نشتغل مع بعض، نخش بقى كده على اكسرسايز 8. هات الكتاب بتاعك، هنبدا نشتغل ان شاء الله باذن الله من اول نمبر 1 ال MCQ. يلا شباب، نمبر 1 هنا بيقول لك ال f of x طبعا equals a power x، دي exponential function لما تبقى ال a belongs to a، قلنا r positive except ال 1، مهمة جدا ده الدومين بتاعك اصلا. طب انت عندك ال f of x equals 3 power x plus 2، عايز ال f of negative 2، طب ما انا اعمل substitution هتبقى 3 power negative 2 plus 2 اللي هي تبقى 3 power 0، وطبعا 3 power 0 1، يبقى انت برضه هتختار لي نمبر دي. نمبر 3 بيقول لك ال f of x equals 4 power x minus 1، انا عايز اجيب ال f of x plus 1. ركز بقى كده، شيل بقى ال x دي حط لي مكانها x plus 1، هتبقى 4 power x plus 1 minus ال 1. اقدر طبعا بسهوله دلوقتي اكنسل ال 1 مع ال 1، هتطلع معاك equals 4 power x طبعا اللي هي تبقى نمبر ايه؟ نمبر 4. هنا بيقول لك ال f of x equal 2 power x، عايز ال f of negative x، طبعا ال f of negative x هتبقى 2 power negative x.
طبعا ده نيجاتيف باور، اعمل له بسهوله جدا تشينج انتو بوزيتيف باور، يبقى 1 اوفر 2 اول تو ذا باور اكس، طبعا اللي هي تبقى نمبر بي. نمبر 5، الاف اوف اكس ايكوالز 5 باور نيجاتيف اكس. عايز اعمل الريشيو دي، الاف اوف اكس ماينس 1 حط مكان الاكس دي اكس ماينس 1، يبقى 5 باور نيجاتيف، افتح براكت اكتب اكس ماينس 1، هنا برضو 5 اوبن نيجاتيف طبعا اوبن براكت اكس بلس 1. وبعدين ممكن اعمل ديستريبيوت، دخل النيجاتيف دي جوه، هتبقى دي نيجاتيف اكس بلس 1، وهنا برضو 5 باور نيجاتيف اكس بلس 1. لما بتيجي تعمل ديفايد بتعمل سبتراكت للباور، اعمل الاكس ماينس الاكس والنمبر ماينس النمبر، هتبقى نيجاتيف اكس ماينس نيجاتيف اكس، صح كده؟ يعني نيجاتيف اكس اهي بلس اكس بقى على طول، هتبقى 0 بلس 1 ماينس 1 ما 0 برضو، هتبقى 5 باور 0، صح كده؟ في هنا انا عوضت بحاجه مش مظبوطه، هنا هتبقى دي نيجاتيف اكس بلس 1، دي تبقى نيجاتيف اكس، اسف دي ماينس 1، احنا ما خدناش بالنا، انا اسف جدا، دي هتبقى ماينس 1 خلاص، لان انا باخد الباور اهو، ده نيجاتيف اكس ماينس 1، هتبقى نيجاتيف اكس بلس اكس قلنا 0، 1 ماينس نيجاتيف 1 اللي هو 2، يبقى 5 باور 2، هتطلع معاك طبعا 25، يبقى انت هتختار لي نمبر سي. نمبر 6 يلا مع بعض، هنا بيقول لك الاف اوف اكس ماينس 1 ايكوالز 2 باور اكس بلس 1، يا ترى الاف اوف اكس بكام؟ سؤال جميل جدا، ادي الاف اوف اكس ماينس 1 وادي 2 باور اكس بلس 1، ستريت باك بقى وركز معايا في الحته الفنيه دي. اولا هو عايز دي، هو عايز اف اوف اكس، دي اف اوف اكس ماينس 1، يبقى تزود 1 هنا وازود 1 على الباور. لو طلب الاف اوف اكس وهي اكس ماينس 1، انا عايز اطلع من دي الاف اوف اكس بس، يبقى تزود 1 هنا عشان تكنسل ال 1 مع ال 1، يبقى لك الاف اوف اكس، بس اللي انت زودته هنا زوده في الباور، هتبقى دي 2 باور اكس بلس 2 اللي هي نمبر سي. خلي بالك بقى لان دي منطقه مهمه جدا 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 في الاكسبوننشال فانكشن. نمبر 7، لو قلت لك الاف اوف اكس ايكوالز اي باور اكس، عايز الاف اوف اكس بلس 1 ملتبلاي الاف اوف اكس ماينس 1، طب ما يلا نعوض، يبقى انا هقول الاف، ممكن اعوض على طول، ماشي، الاف اهو اوف اكس بلس 1 ملتبلاي الاف اوف اكس ماينس 1، يبقى انت عندك الاي باور شيل الاكس حط الاكس بلس 1 ملتبلاي اي برضو شيل الاكس حط الاكس ماينس 1. طبعا لما اجي اعمل ملتبلاي بنعمل اد للباور، هيبقى اكس واكس يبقى دي 2 اكس، 1 ماينس 1 ب 0. طيب دي اللي هي مين؟ دي كانك حطيت مكان الاكس هنا اف اوف 2 اكس، ما انت لما تيجي تعوض ب 2 اكس تبقى اي باور 2 اكس، ما هي يبقى انت هتختار لي نمبر سي. نمبر 8 بيقول لك ال f of x plus 1 equals 2 باور x، ال f of a ب 1 او ب 8، يا ترى ال a بكام؟ طيب ده سؤال جميل قوي. اولا عشان اقدر اعوض بدي لازم، يعني هي اصلا f of x plus 1 ب 2 باور x، علشان اقدر اعمل substitution لازم حضرتك تخلي دي f of x، فلازم تماينس من هنا 1 ومن هنا 1 عشان تبقى دي f of x، ما هو ال 1 راحت مع ال 1 خلاص، يبقى 2 باور x minus 1. هو بيقول لك الاف اوف ايه، طب ما تشيل الاكس حط مكانها ايه، يبقى 2 باور ايه ماينس 1 ايكوالز 8، طبعا اللي هي 2 باور 3 من الحلقه اللي فاتت، البيس ايكوال البيس يبقى الباور ايكوال الباور، يبقى ايه ماينس 1 ب 3 تبقى الاف 4، يبقى انت طبعا هتقول لي نمبر سي. نمبر 9، هنا بيقول لك الاف اوف 3 او الاف اوف اكس ايكوال 3 باور اكس ماينس 2، السوليوشن سيت للاف اوف اكس ماينس 1 ايكوالز 81، يا ترى انهي واحده من دول؟ الاول انا هجيب الاف اوف اكس ماينس 1 تبقى دي 3 باور، شيل الاكس دي حط الاكس ماينس 1 ونزل النيجاتيف 2، هو قايل لك دي ب 81، كلنا عارفين ال 81 دي 3 باور 4، طب ما البيس ايكوال البيس يبقى الباور ايكوال الباور، طبعا الباور اكس ماينس 3 دلوقتي ايكوالز 4، هتبقى الاكس بتاعتك ب 7، يبقى هو ده سوليوشن سيت، يبقى انت طبعا هتختار لي نمبر اي. نمبر 10 بيقول لك الاف اوف اكس ايكوالز 2 باور اكس، يبقى السوليوشن سيت لدي كام؟ طيب تعالى نعوض، يبقى هنا هتقول لي اف اوف 2 اكس هتبقى 2 باور، شيل بس الاكس حط لي 2 اكس ماينس الاف اوف اكس بلس 1، شيل الاكس دي حط لي اكس بلس 1، الكلام ده ايكوالز ايه طبعا؟ الكلام ده ايكوالز 0. زي ما اتفقنا اي بلس وماينس اعمل سبليتنج على طول، يبقى دي 2 باور 2 اكس
ماينس هنا 2 باور اكس بس ملتبلاي 2 باور 1 الكلام ده بزيرو. علشان يبقى الموضوع سهل عليك انت ممكن تقول لي كده بوت 2 باور اكس ايكوالز واي، شيل بس 2 باور اكس دي كده على بعضها كده وحط لي مكانها واي، تبقى دي واي باور 2 ودي باور 2 باور اكس بواي، بس في 2 تبقى 2 واي الكلام ده بزيرو. خد الواي كومن فاكتور هيبقى واي ماينس 2 بزيرو، تطلع الواي طبعا بزيرو مره، واي ماينس 2 بزيرو يعني الواي ب2، يبقى مره 2 باور اكس بزيرو ومره 2 باور اكس ده هي هتبقى ايكوالز 2. خلي بالك بقى طبعا اولا دي 2 باور 1 يبقى الاكس هنا ب1، اولا زي ما قلنا من شويه ما ينفعش يبقى 2 باور اكس بزيرو ابدا مستحيل، حتى قلناها في الحلقه اللي فاتت في الاخر لو فاكرين يا جماعه، يبقى ده ريفيوزد. اقوى حاجه هنا ممكن تعوض بيها 2 باور 0 مثلا هيطلع 1، لكن 0 ازاي؟ فانت هتختار لي 1 اللي هي نمبر ايه؟ طبعا نمبر سي. نخش يلا على مجموعه تانية من الاسئله نمبر 11. هنا بيقول لك الاف اوف اكس ايكوالز 3 باور اكس، يا ترى الاكس ويتش ساتيسفايز الايكويشن دي. هنا اف اكس بلس 1 حط مكان الاكس دي اكس بلس 1 ماينس 3 برضو، اف اكس ماينس 1 حط مكان الاكس اكس ماينس 1 الكلام ده ب 24. اعمل سبليتنج هتبقى دي 3 باور اكس ملتبلاي 3 باور 1 ودي 3 باور اكس ملتبلاي 3 باور نيجاتيف 1 الكلام ده ب 24. لو هم سيم خد 3 باور اكس كومن، لو هم ديفرنت يبقى دي مساله الواي زي ما اتفقنا تشيل 3 باور اكس حط واي. يعني لو دي 3 باور اكس ودي 3 باور نيجاتيف اكس شيل 3 باور اكس حط لي مكانها واي. لكن لو هم سيم بي سيم باور كومن فاكتور على طول. طب خدنا 3 باور اكس كومن يبقى ريميندر 3، 3 باور اكس كومن يبقى ريميندر 3 باور نيجاتيف 1. هتبقى 3 باور اكس ايكوالز على طول بالكالكليتر اعمل 24 اوفر 3 ماينس 3 باور نيجاتيف 1، طلع ده بره، اللي بره على اللي جوه دايما. تمام؟ اللي بره على اللي جوه دايما. هتبقى 3 باور اكس اعمل طبعا دي بالكالكليتر ان شاء الله تلاقيها 9 اللي هي 3 باور 2، تبقى الاكس بتاعتك ب 2، يبقى انت هتختار لي نمبر ايه؟ ادي نمبر 11. تخش على 12. هنا بيقول لك الاف اوف اكس ايكوال 3 باور اكس، انهي واحده من دول ساتيسفايز الريليشن دي؟ اف 2 اكس حطها مكان الاكس ماينس 24 تايمز اف اكس ماينس 1 حط لي مكان الاكس هنا اكس ماينس 1 ماينس الاف 2 الاف اوف 2 حط مكان الاكس 2 الكلام ده ايكوال 0. هتبقى دي 3 باور 2 اكس ماينس اعمل سبليتنج هنا هتبقى دي 3 باور اكس مره ملتبلاي 3 باور نيجاتيف 1 و 3 باور 2 ب 9 الكلام ده ب 0. هتبقى دي 3 باور 2 اكس ماينس اعمل بقى 24 تايم 3 باور نيجاتيف 1 على الكالكليتر طبعا تطلع ب 8 وحط لي 3 باور اكس ماينس ال 9 هنا ايكوال 0. واعمل فاكتورايزيشن لان 3 باور اكس تايمز 3 باور اكس يبقى 3 باور 2 اكس، يبقى مره 3 باور اكس هنا ومره هنا وال 9 طبعا 9 في 1. ادام ده نيجاتيف يبقى الجريتست ياخد زي الميدل وده ياخد عكسه. ونبدا نشتغل بقى، هتقول لي مره 3 باور اكس بنيجاتيف 1 و 3 باور اكس ب 9، طبعا الكلام ده ما ينفعش، احنا قلنا اخرنا 0. يعني اي نمبر باور ايه هيديك نيجاتيف؟ مش ممكن، مش الكلام ده يا جماعه. اخرك هنا 0. هنا بقى هقول ال 9 دي 3 باور 2، البيس ايكوال البيس يبقى الباور قد الباور يبقى الاكس ب 2 طبعا، يبقى انت هتختار لي نمبر سي. نخش يلا على 13. هنا بيقول لك الاكسبوننشال فانكشن اللي هي a باور اكس يعني اللي هي الاف اوف اكس ايكوال a باور اكس دي، دي انكريزنج امتى؟ ايوه في ناس عارفه الرول على طول، لو الاي دي اكبر من ال 1. طب ديكريزنج لو الاي بتوين 0 و 1. خلاص؟ اهي ديكريزنج امتى؟ لو الاي طبعا بتوين 0 و 1. هنا بيقول لك الرينج بتاع الفانكشن دي، دايما الرينج احنا قلنا يا جماعه من 0 لانفينيتي اللي هو ار بوزيتيف. خلاص؟ ار بوزيتيف نمبر 16. هنا 2 باور نيجاتيف اكس ديكريزنج فين؟ طبعا الفانكشن اللي قدامك دي اللي هي هتبقى، خلي بالك هتبقى هاف باور اكس، لازم البيس يا جماعه يكون بتوين 0 و 1 يا اما يكون اكبر من ال 1، ما ينفعش يبقى 2 كده. طيب ديكريزنج فين؟ طبعا ديكريزنج في ار، ما هو ده الدومين اصلا. نمبر 17 هنا بيقول which of the following increasing on its domain انهي واحده من دول increasing؟
قلنا increasing يبقى لازم الاي تكون اكبر من ال1. دي كده اكبر من ال1؟ لا. دي اكبر من ال1؟ لا. ما دي تبقى third باور اكس. دي اكبر من ال1 برضو؟ لا. هي دي اللي اجل ان ال5 طبعا اكبر من ال1. نمبر 18. نمبر 18 بيقول لك هنا ال n of x equal negative half باور x plus 1. دي exponential function البيس negative half ولا exponential function with exponent x plus 1 ولا not exponential function because البيس less than 0؟ دي مش exponential function اصلا. ما ينفعش الدينومينيتور، سوري، ما ينفعش البيس يبقى بالنيجاتيف. احنا قلنا البيس ده اللي هو الاي ده يا اما اكبر من ال1 يا اما البيس ده between 0 و1. خلاص يبقى نمبر سي طبعا ما تنفعش. نمبر 19، ال2 باور اكس بلس 1 دي الاف اوف اكس والبوينت دي موجوده على الكيرف. طب ما تبقى دي الاكس ودي الواي، حط الاف اوف اكس بهاف و2 والاكس مكانها ايه؟ اي بلس 1. طبعا هاف اللي هي 2 باور نيجاتيف 1 ايكوالز ايه؟ ال2 الاول تنزل، نزل الاول ال2 وبعدين تقول لي باور اي بلس 1، تمام كده. وبعدين نقول بقى البيس ايكوال البيس، يبقى الباور ايكوال الباور، يبقى ايه بلس 1 هتبقى بنيجاتيف 1، تخرج طبعا ال1 بره يبقى ايه بنيجاتيف 2، يبقى انت طبعا هتختار لي نمبر دي. نمبر 20 هنا بيقول لك ال y1 ب2 باور اكس، ال y2 ب3 باور اكس، ال y3 ب4 باور اكس، والاكس دي كلها اكبر من 0. يا ترى y1 اكبر من y2 اكبر من y3 ولا y1 اكبر من y3 اكبر من y2 ولا انهي واحده من الاربعه اللي قدامي دول؟ هتقول لي بعدين بقى في الحيره دي بقى، ولا حيره ولا حاجه يا راجل، ايه اللي هيجيب الحيره هنا؟ ما هو انت مش واخد بالك، انت خليك في البيس، ادي 4 ادي 3 ادي 2، يبقى ده معناه ان y3 اكبر من y2 اكبر من y1 لان الباور سيم x x x كاندل الباور ديفرنت، يبقى انا اختار نمبر سي. خلي بالك بقى من الحاجات دي. طيب لسه معانا مسائل كتير النهارده، تقريبا معانا حوالي يمكن 39 سؤال. يلا نمبر 21. هنا ال f of x equals a power x، يا ترى بقى ال f of x plus y equal ال f of x plus ال f of y؟ لا طبعا، ده هو ال x plus y لو انت جيت عوضت هنا ب x plus y، بنعمل سبليتنج كل شويه، اقول لك a باور x multiply a باور y، يعني كانها f of x multiply ال f of y، يبقى نمبر c بقى. ما تقولش نمبر a ازاي؟ يبقى انت هتختار لي c. 22 بيقول لك هنا الفانكشن دي 2 باور x is shifting 1 unit to the left، then the new function g of x هتبقى انهي واحده؟ انت لما تعمل شيفتنج 1 يونت للليفت يبقى كانك زودت 1 هنا، يبقى انت هتختار دي، يبقى 2 باور اكس بلس 1، تو ذا رايت تبقى 2 باور اكس ماينس 1، كنا اخترنا بي. نمبر 23، الفانكشن دي 3 باور اكس هي الايمج اوف ذا كيرف اوف ذا فانكشن نيجاتيف 3 باور، طبعا ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف 3 باور اكس، اول ما تشوف المنظر ده خليها ثيرد باور اكس، خليها ايه؟ اسف، لا لا دي نيجاتيف 3، انا اسف معلش انا اسف، لا دي نيجاتيف 3 انا فكرتها نيجاتيف اكس، انا اسف، دي زي ما هي خلاص. دي ريفليكشن ان ايه بقى؟ الواي بزيرو ولا الاكس بزيرو ولا الواي باكس ولا الواي بنيجاتيف اكس؟ دي ريفليكشن، هو هنا عمل تشينج خلاص، بقت البص بقت نيجاتيف، يبقى انا كده عملت تشينج على الواي ايكوال زيرو اللي هو الاكس اكسس يعني. طب نمبر 24، ال equation of axis of symmetry لل function f وال g، لو ال f 3 باور x ودي 3rd باور x، دي inverse لدي طبعا. هنا لو ال 3 بقت 1 over 3 يبقى انت كده عملت equation of axis of symmetry at x equals 0 اللي هو ال y axis، اللي هو ال y axis هتلاقي مثلا ال function دي ماشيه كده، تلاقي دي عكسها كده اهو، كانك عملت reflection على ال y axis. خلاص y axis يعني x ب 0، يبقى انت هتختار لي نمبر b. 25 هنا بيقول لك ال f of x equal 5 باور x intersect y axis at a، ما هو 0 1، احنا قلنا ال vertex يا جماعه دايما هيبقى 0 1. 26 حتى لو انت حطيت ال x ب 0 يطلع لي 1. 26 هنا بيقول لك ال function دي f of x 2 باور x plus 2، هنا intersect y axis حط ال x ب 0،
هتبقى الواي اللي هي الاف اوف اكس يعني 2 باور 0 بلس 2 اللي هي 4، هتبقى البوينت طبعا 0 4، يبقى انت هتختار لي نمبر سي. الستريت لاين اللي قدامك ده واي ايكوالز 9 كاتس الكيرف ده 3 باور اكس ات ذا بوينت ايه؟ ما هي الواي ب 9، يعني يعني ادي الاف اوف اكس اهي اللي هي 3 باور اكس، الواي دي ب 9 اللي هي الاف اوف اكس، وال 9 دي 3 باور 2 خلاص، يبقى الاكس ب 2 خلاص كده، يبقى لان البيس قد البيز الباور قد الباور، يبقى الاكس ب 2 والواي ب 9 هو مديها لك، يبقى 2 9 يبقى نمبر سي. نمبر 28 يلا كده اقرا معايا. البوينت A و B وال A not equals 0 طبعا lies on the curve y equals 2 power x. Which of the following points lies on the curve half power x. طب ما احنا لسه قايلينها حالا اهو، ادي الكيرف، ادي مثلا ادي 2 باور اكس، ادي هاف باور اكس، انت كده عملت ريفليكشن على واي اكسس، يبقى تغير الاكس. ما هو ريفليكشن ان واي اكسس بغير الاكس يا جماعه، يبقى انت هتختار نمبر بي، يعني ايه تبقى نيجاتيف في ايه على طول. لو انت بتعمل ريفليكشن اون واي اكسس هعمل تشينج للاكس، ريفليكشن ان اكس اكسس نعمل تشينج للواي. سؤال مهم جدا ده. نمبر 29 29 بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك ال f of x او ال y equal 2 power x. Which of the following points lies on the curve y power 2 power x plus 3؟ طبعا هو المفروض تبقى دي 2 power x multiply 2 power 3، اعمل splitting. هتبقى 2 power x دي multiply 8. خلاص؟ يبقى انت كده بتتكلم على مين؟ بتتكلم على A و 8 B. ما انت ما انت دي A و A و B بقت 2 باور اكس في 8، يبقى A و 8 B، يبقى ده السكند بروجكشن. اللي بعده هنا بيقول لك ال F of X equals A باور اكس، وبيقول لك كمان ايه؟ ركز كويس قوي، السؤال اللي فات ده يا جماعه مهم جدا، ذاكروه كويس. خلاص؟ السؤال اللي فات ده سؤال مهم جدا، السؤال اللي فات ده مهم جدا جدا يا جماعه، اللي هو نمبر 29 ده. طيب هنا بيقول لك الاكسبوننشال فانكشن ال f of x equals a باور x، وال a اكبر من الزير، وال f of x اكبر من ال 1، يبقى ال x belongs to a. طب ما خلاص، ما احنا قلنا belongs to r positive، لازم ال x يكون موجوده في ال r positive. نخش بقى على سؤال تاني يلا مع بعض. نمبر 32 هنا بيقول لك which of the following functions are defined by the following rules represents exponential growth function. growth function يعني ال f of x لو a باور x قلنا لازم ال a تبقى greater than 0 sorry greater than 1، دي ال growth function. انهي واحده في دول؟ هي دي. طب دي لا ليه؟ ما دي هتبقى هاف باور x يا ولدي، يبقى دي اقل من ال 1 ودي اقل من ال 1، دي الوحيده اللي اكبر من ال 1. 33 هنا بيقول لك which of functions that are defined by the following exponential decay function. مين في دول decay function اصلا؟ هتقول لي decay لازم تبقى ال a between 0 و 1، طب دي لا، دي اكبر من ال 1، دي لا لان دي 3 باور اكس، خلي بالك اوعى اضحك عليك، ما الباور نيجاتيف، دي لا برضه، ما دي اكبر من ال 1، يبقى هي دي كده اكبر من ال 1، ال a هنا اكبر، دي اكبر من ال 1 ودي برضه اكبر من ال 1، لازم تبقى between 0 و 1 زي ما اتفقنا. هنا الرسمه اللي قدامك دي بيقول لك ال y equal a باور x، عايز يجيب ال a، في بوينت هنا موجود على الكيرف، طب ما انت عندك ال 2 وال 16 اصلا ساتيسفايز الكيرف، ادي x و y، يبقى ال y ب 16 وال x ده ب 2، هتاخد الروت طبعا هتبقى ال a 4، يبقى انت هتختار لي نمبر سي. ما تقوليش بص بالنيجاتيف بقى، احنا شغالين فوق ال x axis دايما. خلاص؟ اللي بعده هنا بيقول لك في الاكسبوننشال فانكشن، ركز كويس قوي، ال f of x هنا او ال g of x equal a باور x وال a between 0 و 1، وال a باور x كلها على بعضها كده between 0 و 1 اللي هي ال y، يبقى ال x belong لمين؟ ما هو مهما يقعد يبص هو عايز يمرجحك يمين وشمال، انت شغال في ال r positive، ال x ده اللي هو الدومين، انت شغال في ال r positive من open 0 لحد infinity. هنا 2 باور اكس، انهي واحدة من دول 2 باور اكس؟
طبعا الـ vertex لازم يبقى 0 و1 زي ما اتفقنا في كل الـ exponential. حط الـ x حتى بـ0 هنا تطلع الـ y بـ1. دي 0 و1 اه يبقى دي معاك، دي 0 و1 لا، دي 0 و1 لا، دي 0 و1 اه. طب مين فيهم اللي صح؟ هنا ده اكبر من الـ 1 تبقى increasing. هل دي increasing؟ انت نازل اهو، لا طبعا، يبقى هي دي، انت طالع لفوق كده increasing. يلا 37. طب الفانكشن اللي قدامك دي انهي واحدة من دول؟ طبعا انت خلي بالك هنا لازم، طبعا انت يا جماعة لو شغالين يمين، بص يا جماعة كده، دي كده يبقى الايه اكبر من الون، الناحية التانية كده يبقى الايه اقل من الون، يبقى لازم يكون الايه اقل من الون. ده الايه كده اكبر من الون ما تنفعش، هنا برضو اكبر ما تنفعش. دي اللي هي هاف باور اكس، دي اللي هي ثيرد باور اكس. خلي بالك بقى كويس قوي، طب انهي واحدة في دول صح؟ يعني يا ترى هاف ولا ثيرد؟ تعال نشوف كده، خد اي بوينت عوض بيه، يعني مثلا عوض بنيجاتيف 1، لو قلنا هاف باور نيجاتيف 1 هيطلع ب2، ما هي فعلا ب2 اهي. ما انت لو خدت هنا مثلا نيجا حوضت بنيجاتيف 1 هيطلع ب3، هي ثيرد باور نيجاتيف 1 ب3، هو في 3 هنا؟ لا انت عندك 2، يبقى انت هتختار لنمبر بي. هنا بيقول لك اه انا جايبهم لك بقى كلهم جاهزين اهم، بص اهم جنبك كلهم اهم، هتشتغل بدول واحده من الثلاثه. An amount of 5000 pounds is deposited in a bank. هي دي، دي بتاعت البنك. Gives a yearly compound interest 5%، دي الار. يعني اولا ده التوتال، ده البي يا جماعه، التوتال اماونت ده اللي هو الكابيتال ده هو ده البي. وعندك ده الريشيو اللي هي الار اللي هي 5 اوفر 100 دي. وعندك التايم بتاعك اللي بيتكلم عليه 7 years. بس هو عايز الريليشن بقى، هتقول لي البي او الاف اوف تي طبعا، او الاف اوف 7 يعني، البي عندك ب 5000، افتح براكت 1 بلس الار اللي هي كام؟ 5 اوفر 100 اللي هي 0.05 اوفر الان. طب ما هم 7 years اصلا، خلي بالك هنا ان تي، هنا ان تي يا جماعه، هنا ان تي خلاص. خلي بالك هو هنا معلش دي ان تي، انا اسف يعني دي ان تي مش باور تي، لا باور ان تي في بدايه الحلقه تقريبا كانت، لو تي يبقى معلش صلحها انت، خليها ان تي معلش، هيبقى 0.5 دي الار. طب ما هي الان هنا ب 1 والان هنا ب 1 في 7، يبقى تحط لي 7 هنا. طب تفتح بقى الكالكوليتر بتاعك، اكتب لي كده 5000 تايمز، افتح براكت اكتب لي 1 بلس 0.05، اقفل البراكت واكتب لي كده باور 7 وقول ايكوالز على طول، هيطلع ديسيمال نمبر قدامك اللي هو تقريبا هيطلع معاك 3 او 7 الاول 0 3 5.50 وهكذا، صح ولا لا؟ اللي هي نمبر بي. معلش يا جماعه هنا في ان، انا اسف معلش. طيب نمبر 39 برضو هنا بيقول لك جلال بوت اكار، ده راجل اشترى عربيه ب 20000 او 200000 باوندز، if the car price separated by 0.4% yearly, which of the following functions express that car price after n years. After n years اهي دي بتاعت البنك يا جماعه، دي ان، انا اسف انا اسف، دي ان يا جماعه ان تي. طيب خلاص نشتغل بقى على الريليشن دي، هيقول الاف اوف كام؟ الاف اوف تي ايكوال ال اللي هو التوتال ادي 200000 في 1 بلس الار اللي هي 0.4، ايه الكلام ده باور كام؟ باور تي او باور ان بقى مش هتفرق، هو مسمي لك ان او انا مسميها تي مفيش مشكله، هتبقى دي 200000 1 بلس 0.4. طبعا هو هنا الراجل ده اه لا 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 اسف، ده انا هاخد الاخيره، ده الراجل ده خسر يا جماعه، ده الراجل ده خسر اهو، بيقول لك هنا ايه depreciated depreciated 0.4% yearly، خلاص يبقى انت معنى كده انك خسرت، يبقى تحط لي ماينس هنا، يبقى 1 ماينس 1 ماينس 0.4، ما هي 0.4 اوفر 100 هي دي الريشيو، خلاص يبقى تعمل لي 1 ماينس 0.4 اوفر 100 بس كده خلاص. طبعا هتطلع 0.996 all power n، المنظر اللي قدامك ده هتلاقيه موجود فين؟ اهو، يبقى نمبر بي.
انت بس لو الرولز معاك الموضوع ان شاء الله باذن الله هيبقى سهل. بكده يا جماعه يبقى احنا خلصنا ليسون 2 في تشابتر 2. انتظروني بقى ان شاء الله الحلقات اللي جايه باذن الله. ربنا معاكم، شد حيلكم، تمنياتي لكم كلكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.